طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين قناة المكلة المحلية، نشرة إخبارية جديدة نستهلها لكم بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يدشن الحملة الشاملة لمكافحة الأمراض الناقلة بالمحافظة. نقابة موظفي مكتب الصناعة والتجارة تنظم وقفة احتجاجية ضد قرار تكليف نائبا للمدير من خارج المكتب. المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سليمين البحسني اليوم بالمكلة الحملة الشاملة للمكافحة من الأمراض الناقلة بالمحافظة، وتشمل الحملة التي تستهدف مديريات ساحل ووادي حضرموت دعم المجتمعات المحلية بالناموسيات وتنفيذ حملات الرشب الأثر الباقي ومكافحة المستنقعات في مرحلتها الأولى وتعقبها مديريات الوادي والصحراء، وينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا عبر منظمة الهجرة الدولية بإشراف مباشر من وزارة الصحة العامة والسكان، حيث سيتم توزيع 221,184 ناموسية تستهدف 442,367 نسمة ينفذها 300 عاملا صحيا خلال 6 أيام. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والركن فرج سليمين البحسني على التدخلات التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمحافظة، وتعرف المحافظ البحسني خلال لقائه بمدير عام البرنامج بوزارة الصحة مدير محور حضرموت الدكتور ياسر باهشم على تدخلات البرنامج في مكافحة البعوض الناقل للأمراض، واستعرض مدير البرنامج الوطني تدخلات التي ينفذها البرنامج بالمديريات الموبوءة من خلال حملات الرشب المبيد الأثر الباقي والحملات الضبابية، بالإضافة إلى حملات التوعية والتثقيف وإزالة بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. التقى محافظ حضرموت بمكتبه بالمكلة رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع بالجمهورية الدكتور عبد الله الحاج بحضور مدير مكتب التعليم الفني بساحل حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري، وتعرف محافظ حضرموت إلى الجهود المبذولة لتفعيل كلية المجتمع بالريان والدراسات الجارية لرفع بكليتي مجتمع في مديريتي القطن والريدة وقصيعر. أشار الدكتور عبد الله الحاج إلى اهتمامهم بإقامة 5 كليات مجتمع في حضرموت، مضيفا إلى أن زيارته الحالية للمحافظة تأتي لاطلاع التحضيرات للبدء الدراسة في المعاهد المهنية والتقنية وبدء العام الدراسي الأول بكلية المجتمع بمنطقة الريان، وإدراج تخصصات تقنية جديدة يحتاجها سوق العمل، وإعداد دراسات فنية لإنشاء كليتي مجتمع في الريدة والقطن. وبدوره استعرض الدكتور عبد الباقي الحوثري التحضيرات لبدء الدراسة في معاهد المحافظة والإجراءات الاحترازية التي ينفذها المكتب للحفاظ على سلامة الطلاب. دشن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع اليونوبس تسليم أدوات ومعدات النظافة لصندوق النظافة والتحسين بالساحل بتمويل من البنك الدولي، وشملت المساعدات على إعداد كبير من غرافات ومكانس ومخارج يدوية وأكياس خاصة لوضع المخلفات بداخلها، وأكد توفير أدوات الوقاية والسلامة المهنية اللازمة لحماية مهندسي النظافة من التعرض للإصابات والأمراض المهنية، ويأتي ذلك ضمن جهود واهتمام صندوق النظافة للنهوض بمنظومة أداء النظافة وتحسين مؤشرات البيئة في عموم مديريات ساحل حضرموت. نظمت نقابة موظفي مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وقفة احتجاجية على قرار محافظ حضرموت القاضي بتكليف نائبا للمدير من خارج المكتب في منتصف الشهر الجاري. وعبر منتسبو وموظفو المكتب عن استيائهم من القرار الذي اعتبروه حد وصفهم أنه يتضمن تهميش واضح للكوادر المكتب واستقصاء واستبعاد لهم، وخرجت الوقفة بيان أكدت فيه على أن يكون التعيين من كوادر المكتب وليس من خارجها، وتتولى قيادة مكتب الصناعة والتجارة ترشيح من هو أهل للمنصب. كما أكد البيان أيضا أن إدارة الصناعة لديها كفاءات كفيلة بإدارة منصب نائب المدير العام، وأشار البيان أنه في حالة عدم الاستجابة سوف تقوم اللجنة النقابية بالمكتب بالتصعيد. لا للتهميش، كوادر جيدة مؤهلة تسعي دائما لتطوير المكتب. في عندنا كوادر مؤهلة أنها تمسك ولها سنوات خبرة وعمل في هذا المجال،
غير انهم يبون نحن لا نتكلم على اشخاص، انما نتكلم على من هو الكفاءه اللي بيجي يمسك نائب مدير. يمكن قد ما يكون عنده كفاءه في مكتب الصناعه والتجاره، بل عندنا في موظفين كفؤين بيمسكون المكتب او النائب او يدورون العمل بشكل عام. التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر بالمكلة اللجنة النقابية لموظفي مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت. وخلال اللقاء استمع بن الشيخ أبو بكر من اللجنة إلى مشاكل الموظفين وهمومهم، ووعد رئيس انتقالي المحافظة بدراسة مشاكل ومناقشتها مع إدارة مكاتبهم والمسؤولين في السلطة المحلية. سلمت القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت مكتبي الصحة بمديريتي يبعث والديس الشرقية حصتهما من الدعم الطبي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وشمل الدعم الطبي على كميات من الكمامات والقفازات الطبية وأقنعة متكاملة لحماية الأطباء وغيرها من المستلزمات المتعلقة بالحماية من فيروس كورونا. هذا وكانت لجنة مجابهة كورونا بانتقال حضرموت قد دشنت الأسبوع الماضي توزيع الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي لمرافق حضرموت الصحية والمقدرة بخمسة أطنان من مستلزمات الحماية الطبية. كما سلمت اللجنة الصحية لمجابهة جائحة كورونا بانتقال حضرموت مديرية رياف المكلة حصتهم من المساعدات الطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. واشتملت المساعدات الطبية من الدعم الإماراتي على كميات من الكمامات والقفازات وأقنعة متكاملة لحماية الأطباء وغيرها من المستلزمات المتعلقة بالحماية من فيروس كورونا. وأشاد انتقال أرياف المكلة بهذا الدعم الذي يصب في مصلحة مكتب الصحة بالمديرية، شاكرا دولة الإمارات على هذا العطاء والسخاء في ظل الوضع الصحي التي تعيشه المحافظة. التقى رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض والمكلف بفضل الاشتباك والإشراف على إعادة تموضع القوات العسكرية. وخلال اللقاء أكد اللواء بن بريك حرص المجلس الانتقالي على تنفيذ الخلاق لبنود اتفاق الرياض وإحلال السلام والتقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية، منوها بتمسك القوات الجنوبية بالجبهات بضبط النفس والتزامها بدعوة المملكة لوقف إطلاق النار. ومن جانبه أكد رئيس الفريق السعودي اللواء محمد الربيعي إلى أن قيادة المملكة تولي عدن والمحافظات المحررة اهتماما كبيرا، وأن هناك حزمة مشاريع تنموية مهمة ستحدث نقلة مشهودة في الحياة الاقتصادية لهذه المحافظات. التقى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في العاصمة السعودية الرياض سعادة السفير الصيني لدى اليمن السيد كانغ يونغ، وبحث اللقاء عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية. وعبر محافظ عدن عن تقديره للدور الصيني في دعم الجهود المعززة للأمن والاستقرار والتنمية، معربا عن أمله وتطلعه لتعميق العلاقات وتعزيز التعاون والاستفادة من تجربة الصين من خلال دعم الأصدقاء في الصين للعديد من القطاعات الحيوية والتنموية للعاصمة عدن في الحاضر والمستقبل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة، لكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. محافظ حضرموت يدشن الحملة الشاملة لمكافحة الأمراض الناقلة بالمحافظة. نقابة موظفي مكتب الصناعة والتجارة تنظم وقفة احتجاجية ضد قرار تكليف نائبا للمدير من خارج المكتب. المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض. ولمشاهدة نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلة في حتى الملتقى. دمتم في أمان الله.